عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة زوزو فلوغ. اليوم غنقدم لكم واحد الأكلة خفيفة، بطاطا مسلوقة تجي رائعة، إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. شوفوا المقادير وطريقة التحضير ونتمنى تجربوها، راه غادا تنال الإعجاب ديالكم. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. غنبداو على بركة الله. غنحتاجو لهاد الأكلة ديالنا البطاطا، أنا هدرت هنا كيلو ديال البطاطا. غنحتاجو 8 البيضات، الزيتون أسود اختياري، فرماج أحمر، العطرية. غنحتاجو شوية ديال البزار، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الملح، ملح على حسب الذوق. دابا غندوزو للتحضير. غندير البطاطا ديالي تسلق، نسلق البطاطا ديالي ونرجع معاكم ان شاء الله. هاي البطاطا تسلقات ليا، غادي نقيوها، نقيوها سخونة باش نحاولو نقيوها دغيا باش ما تبردش لينا تقصاح. نقيوها بهذا الشكل، وانا ملي غادا نقيها كلها ونرجع معاكم. هاي البطاطا من بعد ما نقيتها كاملة، غادا ناخد واحد الفورشيط نعملها بحال هكا، نعملها مزيان. هاي المعسة بهاد الشكل هذا، المعسة كلها. غنزيد عليها شويه ديال الربيع، خلط قزبر ومعدنوس. غنزيد العطريه، نزيد منها شويه ديال البزار، ديروش كله باش نسلخو، نديرو مع البيض شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه. انا بالنسبه للبطاطا راني سلقتها، سلقتها درت شويه ديال الملحه مع البطاطا باش تجي تسلق زوينه، تعطي داك لوك ديال الملحه في البطاطا، كتجي مزيانه. ونخلطوهم مزيان حتى تخلط لينا العناصر كلهم. تخلط البطاطا كلها مع الربيع والعطريه، هاهي خلطتها مزيان، استعملت الإيد ديالي باش نخلطها مزيان كلها، هاهي كتجي بهاد الشكل. دابا ندوزو للبيض، غادي نطربوه في واحد الإناء، بالنسبة للبيض كل واحد والقياس ديالو، كل على حسب البطاطا شحال غادي نديرو ديال البطاطا، حسب الأفراد اللي عندكم. انا هنا درت 8 ديال البيض، 8 خرطوهم مزيان. نحركوهم مزيان، نزيدو عليهم شويه ديال القزبر ومعدنوس، نزيدو ديك العطريه اللي بقات لينا. نديرو الزيتون الأسود، ونحطو المقلة ديالنا اللي غنطيبو فيها الفطيرة الأكلة عفوا، نديروها فوق النار باش ندوزو نطيبوها. أنا وضعت المقلة ديالي فوق النار، النار تكون نار منقوصة باش طيب لينا على خاطرها. غندير واحد شويه ديال الزبده ديالو بها المقلاس، كنا المقلاة ديالنا مزيان باش ما تلصقش لينا.
شي ناس ساهله غير نبغيو نقلبوها. بعد ما سخنتينا المقلة نديرو النصف ديال الخليط ديال البيض بهذا الشكل. ونغطيوها ونخليها طيب شوية تطيب ونرجع معاكم. ها هو البيض ديالي طاب من هنا. غنضيفو البطاطا اللي بالجبنة بهذا الشكل. نفرقها بهذا الشكل. نسرحها مزيان تتقاد. نحط فوق منها فرماج كل واحد وفرماج اللي بغا يدير. تقدروا ديروا موتزاريلا، تقدروا ديروا اي فرماج بغيتو. انا اختاريت هذا الفرماج مثلثات وفرماج حمر بهذا الشكل. هاي كتجيب هذا الشكل. دابا غنزيدوا عليه هذاك البيض اللي بقى. نرفعوا بالطريقة هيا غنسد عليها ونخليها تطيب وغنقلبها ان شاء الله للجهه الاخرى حتى تطيب مزيان. نجويه بجوج ونقدمها لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره ديالي. تجي على هذا الشكل. رافقتها مع عصير ديال التفاح. نقطع لكم طريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. تجي زوينه ولذيذه وخفيفة بالنسبة للصيف. أحسن أكلة تجيب هذا الشكل كيف كتشوفوا. فرماج والزيتون هما بقاو تحت. نقدموها بالصحة والراحة. نتمنى تجربوها إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. ونتمنى اللي مازال ما مشتركش في القناة ديالي يشارك معايا ويفعل الجرس وخليوا لي شي تعليق لهذه الاكله الى عجباتكم. ونتمنى ان شاء الله نلقاكم بالف خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم.